النادي ديالنا كذلك كيخصص واحد حيز من هاد التأطير والتعليم ديال رياضة ركوب الموج، والمراحل الأولى ديال التعليم راه ما كيجيش الإنسان يخاف يسحب له البحر، راه كيبداو بليطاب. كاين اللي طاب الأولى هي لافاكموز، يعني كيبداو بواحد لافان ديال لافاك، يعني داك الرغوة ديال الموجة كيتعلموا فيها المبادئ الأولى ديال التعليم ركوب الموج. من بعد كندوزو معاهم لافاك برونز، لافاك دور، يعني كتكون هناك مراحل، عاد من بعد كنوجدوا واحد البطل باش يمكنوش يتكلفوا في الملتقيات الوطنيه. كيف كتشوفوا كاين معدات اللي سخرتها الجمعيه، والحمد لله دابا حاليا كاين واحد اكثر من 70 ديال المنخرطين، ولو ديبي دي سيزون يلا كتعرف الانطلاقه ديالها، وان شاء الله العدد يقدر في السنه كيوصل حتى لديك 120 130 واحد، وكل سنه كيكونوا مستكشفين جداد ديال هذه الرياضه. وهذه فوالا بالنسبه للماتيريال، واش غالي؟ واش يمكن لاي واحد؟ بالنسبه للاقتناء ديال المعدات باقي شويه غاليه في الثمن، لان واخا الجمعيه هي كتخدم الديفلوبمون ديال هذا السبور، ولكن الحاجه اللي كتخلصها الجمعيه ديما ما كتعفاش من التيفيا، يعني واخا الجمعيه هي ذات الصالح العام. ربما كاين ضعف الصناعه ديال هذه المعدات هنا في البلاد ديالنا، كيقتنيوها من برا وكيجيبوها، لهذا كيسوقوها بالثمن هما اللي كيشوفوا. هو كاين الاقبال بزاف على هذه الرياضه، على شحال هذه ما كانش عليها الاقبال، حيت لا موين ديالها غالي شويه وداك الشيء. حاليا دابا الناس ولاو تيديروها بزاف، بالاخص في لابلاج ديال الرباط، راه الوجهه الثانيه في المغرب. دابا حنا كنتنافسوا حنا وكازا والمحمديه على التعليم، بالنسبه للتعليم لي ديبيتو ليكول دو سور، هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لابلاج ديال الرباط راه اقبال كبير، الاجانب حتى هما تيجيو بزاف كثار، وهذا الشيء اللي كاين. في رمضان تتكون حتى هي في رمضان ماشي بزاف، تيكون بالنسبه للاجانب، بالنسبه للمغاربه شويه تيكون شويه قليل. وبالنسبه للصيف حتى الصيف تيكون مزيان، واني بالنسبه للسورف التعلم في لابلاج الرباط هو فصل الشتاء والربيع، الخريف والشتاء والربيع. اللي بغى يتعلم مثلا شحال خصو يخلص؟ هو بالنسبه للتعلم حنا عندنا في المغرب هنا راه رخيص، بالنسبه للرباط راه رخيص. دابا بحال دابا كاينه واحد الشهر يقدر يوصل ل 200 درهم. شحال من السن ديال المتدرب باش يبدا، وشنو هي التقنيات المهمه اللي تتعلموا؟ المتدرب تيكون تقريبا من 5 سنين 4 سنين حتى 60 عام، يقدر حتى 70 عام، حتى 70 عام يتعلموا التقنيات اللي تعطيو نهار الاول. تيبداو تنبيرهم الحركات في الرمله هنا في البر، من بعد تندخلهم تنوريهم لي تكنيك في الماء، كيفاش يوقف، كيفاش يقبط لافاك، كيفاش تحل لافاك، كيفاش يديماري مع لافاك، هادشي كله نعلموه. كيفاش الكره لما تعمر وكيفاش تيخوى، باش ديما يحضر راسو، يكون حاضر راسو، يكون لما تيخوى يحضر راسو. هاد الرياضه تلعب في الشتوى وفي الصيف؟ الشتوى وفي الصيف، العام كامل، العام كامل تتلعب. تيخرجوا من هنا ابطال؟ تيخرجوا الشامبيون، السيمانه اللي دازت عاد داروا شامبيون ديال الرباط، غير الدراري ديال الرباط لعبوا شامبيون في لابلاس دي ناسيون، والفيدراسيون اللي دارت هاد الشامبيون هادي. واش كاين شي اقبال ديال الفتيات ديال لا اقبال ديال النساء؟ بزاف بزاف الاقباليات، اقبال بزاف كاين ديال النساء، وبالاخص النساء الاجانب تيجيو بزاف. هاد النساء ديالنا حنا المغربيات تيجيو حتى في رمضان؟ تيجيو حتى في رمضان. هاي السي دابا وحده هضرت معاك راه في رمضان قبل المغرب، فهمتي، مع الربعه حتى لذاك Honnêtement, moi j'adore l'eau, donc tout ce qui se rapporte à l'eau comme le paddle ou le surf, moi j'aime bien. Donc une fois que c'est l'océan, je me lance, même si c'est la première fois, je m'en lance et on verra comment ça va se passer. Et vous pensez que c'est bien aussi de le faire pendant le ramadan? Oui, c'est une pratique de sport une comme une autre, hein, vous savez, donc oui, pendant le ramadan, pourquoi pas. Ashnouti, je veux que vous fassiez le riyada. Tout d'abord, le surf, c'est un sport qui est quand même très important côté conditions physiques. Du coup, il développe pas mal de muscles, j'ai envie de dire. Et à part le fait de la condition physique, j'aimerais dire que c'est un sport qui t'aide à mieux évacuer le stress.
Il n'y a pas d'interdit pour le faire au mois de Ramadan? Pas du tout, pas du tout. Du moins, on espère. En tout cas, on essaie du mieux qu'on peut pour pas... Il n'y a pas d'incompatibilité? Non, non, du tout, au contraire. Pour nous, les femmes, justement, on a des combinaisons, donc c'est pas comme l'été, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc avec Ramadan, je crois pas que... En tout cas, je suis convaincue que c'est pas... Il n'y a pas d'interdit.